ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت لعدة أيام. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من مطار العلمين الدولي بعد زيارته لمصر التي استغرقت عدة أيام للمشاركة في لقاءات أخوية تشاورية ودية بين قادة مصر والبحرين والأردن والإمارات والعراق، والتي ناقش فيها الزعماء مجمل العلاقات والمتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي.